انتشار الأفاعي والعقارب في فصل الصيف يهدد سكان حي البيضاء بحلول فصل الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أعلى المستويات. تتجدد مخاوف ساكنة سيدي مومن بالدار البيضاء نتيجة انتشار الأفاعي والعقارب التي تشكل خطرا كبيرا على صحة هؤلاء المواطنين وسلامتهم. ارتفاع شديد لدرجة الحرارة بمجموعة من المناطق بمدينة الدار البيضاء يجعل العديد من أنواع الأفاعي والحشرات السامة تخرج من جحورها، وهو ما يجعلها تدخل الهلع والخوف في نفوس المواطنين لكونها ترسل سنويا العديد منهم إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاجات الخاصة بهذه الحشرات السامة. وطلب مجموعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين بجماعة الدار البيضاء بالتدخل من أجل رش مبيدات للحشرات بهذه المناطق من أجل قتل الحشرات السامة وكباقي المدن المغربية.